حلقة رياضية وبنتكلم عن كواليس وأجواء رياضية. يمكن الناس كلها بتتابع الأولمبيكس لكن مش عارفة إيه اللي بيحصل في الكواليس أو أجواء الحدث الكبير ده بتبقى إيه. ومحدش ما شافش حفل الافتتاح وحفل الختام في الدورة دي في باريس. شفتيها إزاي؟ أو كان إيه رأيك فيها؟ بصي بصراحة مش عجباني خالص، يعني حاسة يعني وجهة نظري أنا إن دي أسوأ تنظيم دورة أولمبية في التاريخ كرياضية. ده وجهة نظرك عنها؟ وكبتابع بقى كمان يعني كده وكده، فكان فيها غلطات كتيرة قوي. حفل الافتتاح، حفل الختام، في المكان أصلا اللي كان اللعبة موجودة فيه، الأكل كان قليل، يعني كان فيه جماعة حاجات ما ينفعش أصلا تبقى موجودة في الموضوع ده. يعني إيه أكل يبقى قليل للعيبة؟ يعني إيه ما يبقاش عارفين يناموا على السرير؟ يعني إيه الجو يبقى حر في الأوضة؟ يعني انت ازاي دي حاجات حكوها او تجارب او شهادات اللعيبه؟ أيوة اللي ركبوا طبعا كتير جدا، مش مصر بس، ده من العالم كل كله العالم يشتكي. وحتى الميداليات اللي هم مستلمينها اتقشرت، يعني يعني ايه يا جماعه الميداليه اتقشر؟ يعني المفروض اصلا يبقى حاجه مهمه قوي ويصنعوها صناعه كويسه قوي. يعني الميداليه دي من 2008 او لحد دلوقتي زي ما هي ميداليه بكين. ميداليه بكين لو نشوف صورتها، دي اللي انت خدتيها في بكين زي ما هي بالظبط، يعني كاني لسه مستلماها امبارح. ودي اصلا البنت مستلمها 2008 من 2008. فيعني حتى في الميداليات اثروا فيها يا جماعه. ايه ده؟ انا من وجهه نظري بقى احسن ميداليه احسن سوري دوره اولمبيه احسن دوره او نسخه ايه؟ او بكين. بكين 2008 مش كده؟ حفل الافتتاح كان اسطوري بجد اسطوري، وحفل الختام، الاوض، الاكل، كل حاجه بصراحه. الصين ما بتهزرش برضه، مش عشان انا حضرتها وكنت موجوده هناك، ما انا كنت حاضره لندن برضه، بس بكين كانت حاجه تانية خالص. يعني بص احنا عندنا كام سنه، المفروض كام سنه في تطور في كل حاجه، المفروض مثلا تبقى باريس دي تبقى احسن نسخه. اصلا كل 4 سنين مفترض ان الدوله اللي بتستضيف تكون اتعلمت من اخطاء الدوله اللي كده. قبلها وتعمل حاجه اعلى. باريس ما اتعلمتش خالص للاسف من الاخطاء كلها، وبكين احسن نسخه بصراحه موجوده في كل حاجه. هم كانوا هناك بيستغلوا كل حاجه، كانوا عاملين حاجه كده ظريفه جدا، ان بياخدوا التيشيرت الازايز البلاستيك ويعيدوا تدويرها تاني يعملوها تيشيرتات، يعني من 2008. فالموضوع يا جماعه ايه ده؟ انا كنت وقت لما كان حتى فكره الريسايكلينج مش منتشره قوي يعني كنت وقتها، يعني ايه بتاخد مني التيشيرت وتعمله سوري الازازه وتعملها تيشيرت؟ يعني ايه يا جماعه؟ والتيشيرت مش وحش بقى ومش ناشف، حاجه حلوه برده. الموضوع بالنسبه لي كان مبهر زمان في 2008. شاطرين في كل حاجه، في كل حاجه بصراحه. يعني حتى مكان الاقامه، مكان التمرين، الاكل، كل حاجه، كل حاجه بصراحه كانت مميزه قوي. فده من وجهه نظري انا. يبقى احلى نسخه من وجهه نظرك 2008 بكين. اللي بعدها بقى في النص كان في لندن، وكان في ايه تاني؟ طوكيو وريو طوكيو لحد باريس. طوكيو حلوه قوي برضو، كانت حاجه حلوه قوي. بعد كده لندن، بعدين طوكيو، بعدين ريو. ده كترتيب بالنسبه لي. يعني بكين، طوكيو، لندن، ريو. باريس بقى ما جاتش. بتقيسيها ازاي؟ بتقيسيها مثلا بالتنظيم ولا بالابهار؟ تنظيم. ولا بجوده أول اللعب؟ اول حاجه الافتتاح، لان هو ده اللي بيبهر العالم كله ان هو يتفرج. الجواب بيبان من عنوانه بالظبط كده. فالافتتاح لازم يبقى مبهر للعالم كله. تاني حاجه مكان الاقامه، الاكل، مكان التمرين، المسافه ما بين مثلا المكان الاقامه والتمرين، ده برده مهم قوي. انا مش عايز افضل راكبه ساعه في الباص عشان اوصل للتمرين. دي كلها حاجات تنظيميه لما الناس بتفكر فيها بترتبها بتفرق كده مع اللعيبه ومع جداً الابطال جدا جدا. فانت محتاج تهيئ للاعب كل حاجه حواليه، كل حاجه تبقى جنبه، كل حاجه قريبه منه، هو ده الصح بالنسبه لي. يعني احنا معانا برده مجموعه صور وفيديوهات ليكي، لو نبدا نستعرضها كده ونشوف تحكي لنا ايه عنها. أوكي. اول صوره معانا ايه؟ دي ده كان التكريم او وسام الرياضه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده كان بعد اعلان الميداليتين بتوعي يعني، ودي بعد اول ميداليتين صح كده، بعد الاعلان على طول يعني. أوكي. عنهم اخذت وسام الرياضه. طيب اللي فات ده اللي شفناه التكريم، ده بقى دوره البحر الابيض المتوسط مش كده؟ دي اخر بطوله لعبتها. احكي لنا بقى البطوله دي ايه وايه اللي بيحصل ده. دي اصلا 110 كيلو، دي كانت اول محاوله. انا كنت في البطوله دي اصلا مصابه، كان عندي مزق في الاماميه، فكنت بلعب البطوله اصلا وانا مصابه، وكانت رجليا تعبانه جدا جدا. بس انا كنت يعني ده تقريبا مش قادره ما قدرتيش تفوتي المشاركه بالظبط. 110 كيلو احلى ماتش تقريبا في الخطف لعبته. دي وزنها 110 صح؟ دي 110 كيلو. 110 في واحده بعدها 115. ده كان في تركيا مش كده؟ ده كان في تركيا في دوره بحر ابيض متوسط 2013. دي اخر بطوله انا شاركت فيها. طيب ده ايه بقى؟ دي 120، 120 كيلو عيليتي بالوزن شويه. دخلت 115 بعدين 120. دي 120 كيلو رقم ابيض بحر متوسط باسمي، حتى تلاقيني مبسوطه قوي بعد المحاوله. ما شاء الله
ما شاء الله. ده كان اول رقم فرحه، كان رقم خطيرة. شخصي جديد يعني بالنسبه لي، اول مره ليكي. ادخلها وكان رقم دوره بحر بقى يعني. خدتي ايه بقى كده في يعني كسبتي ايه في الدوره أنا دي؟ انا للاسف خدت تاني، لان كان في بنت معايا دخلت شالت نفس الرقم. هو تاني وحش ده، تاني ده جميل والله. انا اصلا كنت جايبه دوره البحر قبلها اول، بس عشان هي كانت بتلعب عليا للاسف يعني. بس كده كده رقم باسمي انا الحمد لله، مش باسمها، عشان ريكورد ليكي. او اللي بيدخل الاول هو بيتسجل باسمه هو. أوكي. الحمد لله يعني. وكانت جنسيتها ايه اللعيبه الثانيه؟ اسبانيا. مين اشطر حد او اشطر بلد في رفع الاثقال او البلد المشهوره بيها في وقت انا؟ كان الصين. الصين كانت مشهوره قوي، وروسيا وبيلاروسيا، دول كانوا اشهر ثلاث دول يعني. اختلفت المواضيع دلوقتي ولا لا؟ دلوقتي لا يعني، الصين موجوده بس في اوزان صغيره، في الاوزان الكبيره بقت في دول تانية ما اعرفهاش اصلا. اول مره تطلع اصلا على الخريطه في رفع الاثقال. فالدنيا متغيره خالص دلوقتي من بعد الوقف الكبير اللي حصل لدول كتير قوي ولاعيبه كتير قوي، ففي ناس بقت مختلفه خالص. بتشوفي مين قدوه في مجال الرياضه في مصر؟ حتى لو مش في رياضتك، بس حد قدوه، نموذج رياضي يحتذى به. يعني زمان في وقتي كانت نهضة رمضان هي كانت القدوة بتاعتي بصراحة، اللي أنا عايزة أبقى زيها وعايزة أدخل بطولات وأشيل زيها. دلوقتي ما شاء الله بقى في بنات كتير قوي قدوة يعني في مصر كتير، سارة سمير، هدايا ملاك، فريال، ناس كتير بصراحة يعني. وفي ألعاب مختلفة يعني، بنشوف حتى ألعاب فردية بس عاملين بطولات حلوة. قدوة البنات كتير يعني، في بنات كتير أصلا تلعب رياضة مخصوصة عشان سارة وعشان هدايا وعشان جيانا، يعني ناس كتير قوي بتلعب رياضة عشانهم هم. طب بالمناسبة دي بقى أوجه رسالة لسارة والأحمد الجندي ومحمد السيد، أبطالنا اللي رجعوا من الأولمبيكس. عايزة أقول لهم شرفتونا وأنقذتونا في نفس الوقت بجد. ميدالياتكم دي جت نجدة يعني، كنا نتمنى ان البعثة المصرية تدخل علينا ميداليات اكتر بكتير، بس بجد مبسوطة وفخورة بيهم قوي. ميدالية الجندي ميدالية بصراحة يعني فخر، بالذات ان هو كمان عمل رقم اولمبي باسمه، فدي ما شاء الله حاجة حلوة قوي. سارة الله اكبر عليها يعني، أسطورة 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 يعني. وكنت أتمنى أنها تجيب الذهب، بس الحمد لله إن شاء الله الدورة الجاية تعوضنا وتجيب الذهب. ربنا يوفقها في اللي جاي يا رب إن شاء الله. ومحمد السيد البرونزية اللي هي أول برونزية للبعثة، ما شاء الله ربنا يا رب يوفقهم، وألف مبروك ليهم والله. ما سخنتيش كده؟ حاسة إنك نفسك ترجعي تلعبي؟ أكيد كل بطولة أتفرج عليها ببقى عايزة أرجع تاني، بس خلاص بقى يعني. خدتي القرار خلاص؟ خلاص بقى يعني الأجيال اللي جاية بقى هم يكملوا. أنا الحمد لله مبسوطة كده، مبسوطة بالإنجاز اللي أنا عملته. حتى قبل ميداليات الأولمبية أنا كنت مبسوطة، وبعد الميداليات طبعا مبسوطه اكتر. فلا مش عايزه خلاص ارجع تاني. بتدربي انت دلوقتي صح؟ انا بدرب. التدريب تجربه مختلفه اكيد خالص خالص. انت زمان انت تتعبي بس، والمدرب بتاعك شايل كل همك بقى، هم نومك، صحيانك، اكلك، شربك، كل حاجه. دلوقتي التدريب انت شايله هم اللعب، انت اللي شايله هم اللعيبه، هيشيل، هيوقع، هيعمل ازاي، التكنيك بتاعه عامل ازاي، المفروض اصلحه له ازاي في الموضوع. لا يعني بتدربي سن معين؟ لا 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 لا، احنا بندرب، انا بدرب يعني عن نفسي بنات بس، والبنات بيحبوا اللعبه بس، مش عشان يشاركوا البطولات كمان يعني. هم بيحبوا اللعبه وعايزين يجربوها، فمبسوطه بال. عندك كام بنوته مثلا بتمرني؟ عندي فضول برضو اعرف البنات بتشوف اللعبه ازاي. تقريبا 12 او 13. حلو جدا. ايوه عشان احنا بنعمل حاجه اسمها فريلانس كده يعني. الناس اللي بتحب، عارفه لعبه الكروسفيت؟ طبعا كروسفيت دلوقتي منتشر جدا جدا جدا، فهم البنات اصلا دول بيلعبوا كروسفيت وبيحبوا الليفتنج، فبييجوا يلعبوا بقى ليفتنج معايا، غير اللي مع سلطان، بس انا بمرن بنات بس. مفيش اي مخاوف من الظهر والحاجات دي، الشيل او كده؟ الناس يعني بيسمعنا ممكن تخاف، بيبقوا جايين ان هم خايفين شويه، وبعدين بعد ما يجربوا معايا خلاص بيحبوا بقى. اكيد في تكنيك يعني مظبوط، وفي احتياطات بتعملوها طبعا. هو ده يعني مشكله المدرب، سوري، مهمه المدرب ان هو يطلع اللاعب سليم والتكنيك بتاعه كويس، لان هو لو التكنيك فيه مشكله اكيد هيتصاب، يبقى فيه اصابه بالظبط. فاحنا انا دايما بركز ان التكنيك يبقى كويس، حتى لو مش هعلى بالوزن بس يبقى التكنيك تمام يعني. اعمل صح، مش لازم اشيل تقيل، لكن اعمل صح كده عشان ما اتصابش. كل ما انا بعمل صح انا تمام، اول ما اعمل غلط خلاص انا بوقف على طول، لان انا عارفه ان هتيجي اصابه يعني. فانا كنت في المشاكل دي كلها، فانا عارفه اتعرضتي يعني للحاجات دي، فعارفه طبعا كتير جدا يعني. كنت كل شويه اتصاب اصلا يعني، انا مصابه في ظهري وانا عندي 12 سنه، وانا مصابه في ظهري صعبه يعني. علاج طبيعي بقى بتعملي ولا دلوقتي؟ لا الحمد لله بقيت كويسه، بس وقتها قصدي علاج طبيعي، باخد كورتيزون، فالدنيا يعني كانت لطيفه يعني. فبحاول دلوقتي يعني اشيل كل ده كده عن البنات. ايه الرياضات اللي شايفه انها محتاجه دعم ومحتاجه اهتمام، وفي ممكن يكون في تسليط ضوء عليها اكبر؟ شايفه المصارعه، الملاكمه، السباحه. بصي يعني انا شايفه ان احنا عندنا بنات كويسه ولاد برضو كويسه، بس حاسه ان بيتوجهوا غلط. او انا عندي مشكله برضو، ان مثلا انا عندي 20 لاعب تمام، بس انا عندي 5 بس
انا واثق ان هم دول هيعملوا حاجه، يا اما ميداليات او هيبقوا جوه الترتيب مثلا الثمانيه. ففي خمسه متفوقين، فانا عايزه اركز يا جماعه على الخمسه، مش عايزه اركز على 20 يعني. ممكن على 20 اركز معاهم في حته تانية، بس الخمسه دول هم دول انا باهلهم دول اللي هيجيبوا لهم بالظبط كده. فالتركيز مع خمسه غير التركيز مع 20. فهي دي مشكلتي بصراحه يعني. ممكن دي برده مشكله اللي حصلت برده في باريس، ان طالعين باكبر بعثه موجوده. طب يا جماعه يعني اكبر بعثه دي حاجه كويسه طبعا، مش يتبص لها العكس انه بعثه كبيره معناها فرص في العوده بمدريات اكبر. ده المفروض بقى يعني. المشكله برده ان احنا هنا بنتاهل من افريقيا يعني، في لعيبه كتير قوي في اي في رياضات كتير بيتاهلوا من افريقيا. طب ما افريقيا انا بلعب بس الافارقه اللي موجودين، الجزائر مثلا وتونس. تقصد ان عندهم نقص احتكاك او نقص خبره اللعيبه اللي يعني تطلع؟ يعني احنا لو اتاهلنا مثلا بطوله عالم هو هيبقى شايف ترتيبه فين، لكن بطوله افريقيا احنا كده كده الاول على افريقيا كلها تقريبا في كل الالعاب. لكن بقى في العالم الموضوع بيبقى مختلف خالص. طب معلش خليني اسالك بس سؤال بطريقه بالعكس. البطل اللي بيتم اختياره او الرياضي اللي بيتم اختياره انه يطلع يشارك في الاولمبياد، الاختيار بيبقى على اساس ايه؟ لو هو ضمن فريق اتأهل. موجود في ناس ثانيه اتاهل بس يعني. انا مثلا المفروض انا اشارك يعني هنتكلم على لعبتي انا، المفروض مثلا اشارك في 3 بطولات او 4 بطولات او 5 فانا اتاهلت من غير ما اجيب ميداليات. فخلاص انا هسافر حتى لو ما عملتش ميداليات. التاهيل ده بيحصل ازاي؟ نتيجه لايه؟ ايه التقييم؟ بجمع بوينت مثلا، جبت سادس مثلا في كل بطوله فبجمع بوينت، فالبوينت ده بيخليني مثلا ترتيب خامس او سادس مثلا. في عدد كله. بطولات معينه لازم تكوني دخلتيها؟ رفع الاثقال 5 بطولات. 5 بطولات، 5 بطولات فلازم اشارك فيهم كلهم عشان كمان في تحليل وحاجات. بالنسبه للالعاب الثانيه بصراحه مش عارفه ازاي، بس انا عارفه ان هم زمان بيتاهلوا من افريقيا. طب التقييم، في طريقه التقييم او اليه التقييم دي بتضمن وصول الافضل ولا المفروض. ممكن تكون محتاجه تعديل؟ ده على اللعبه بتاعتنا احنا. انا بكلمك على نموذج رفع الاثقال. الافضل مثلا 10 لعيبه زي اللي حصل مثلا في الاولمبياد، هم دول افضل 10 لعيبه موجودين مثلا في ميدان سوارة. مفيش حد تاني احسن منهم. فنفسي ده كمان يحصل في بقيه الالعاب. انا مش عارفه ازاي بصراحه، عشان نضمن وصول الافضل. مش عشان انا جبت اول افريقي يبقى انا هروح اجيب ميداليه في الاولمبياد يا جماعه يعني. الوضع ما يبقاش كده خالص. المستوى في القاره مختلف عن المستوى في منافسه في العالم. بالظبط بالظبط يعني. فانا اتمنى ان يبقى التاهيل مش من افريقيا بس، لان لعيبه كتير انت بتتعب وكل حاجه، بس انت لما تسافر انت مطلوب منك تجيب ميداليه. انت هتعرف تجيب ميداليه ولا لا؟ الله اعلم بقى وقتها يعني، كل واحد حسب مستواه. صح. طيب واحنا بنختم بقى، نصيحه اخيره توجهيها لكل الرياضيين. البنات البنات او الولاد اي حاجه، اتفقنا مفيش فرق. يعني مثلا عايزه اتكلم عن الحلم. طول ما انت عندك حلم او انت عندك حلم او هدف، اوعي تستسلمي ابدا، ودايما خليكي واسعي ورا حلمك. حتى لو حصل فشل مره واثنين وثلاثه، احنا بنتعلم من الفشل ده، فكملي وان شاء الله هتوصلي لكل حاجه بتحلمي بيها ان شاء الله، سواء ولد او بنت. بس انت وجهتيها للبنات. ايوه عنصريه شويه. لا خالص، بالعكس على فكره، البنات محتاجه دعم عشان توصل لكل امكانياتها وتقدر تحقق كل اللي هي تقدر تحققه، فدعمهم مش عيب ابدا. وما بشوفش بصراحه انه عنصريه يعني، ومفيش مانع ان احنا نتحيز لهم شويه. مفيش مانع.